تاكل في قنيطرة. السبب ديالي عندي دياليز، انا كبرت في قنيطرة من ناحية مكناس، ولكن من اتصل بيا الدياليز ما عنديش المواصلات، مشيت المحل باش نقرب الطبيب، مشيت هنا بعين السمع. انا عايش وعندي الولادات معاقين ما تيشوفوش بصرا، عندي ثلاثة جوج بنيات وولد، وانا ما خدام شاي، ما عنديش الغالب الله عندها ندير دياليز يومين في السيمانة. يلا الخدمة ديالي غير الطبيب يلي كاينة، وانا كنطلب المساعدة، انا كنطلب المساعدة، الله والمالك يحن علينا ويدير لنا شي حاجة باش نعيشوا مع هاد الوليدات هادو. راه واحد البنية هي اللي خدامة علينا عند الناس عند الديور، هي اللي جات تنوب علينا باش كنعيشوا. ما عندنا ملك، ما عندنا حتى حاجه، ما عندنا غير الله تعالى وتبارك. عندي الولد كبير عنده شي 30 عام ما تيشوفش، البنت هي اكثر منه، هي الاولى عندي حتى هي ما تتشوفش، ما تتشوفش مسكينه. والبنت اللي الصغيره عاوتاني حتى هي ما تتشوف والو، الا سخرتيهم دابا كيضربوا الحيوط. ما هو القضيه كيسول فينا اللي تعرفنا، اللي شاف عندنا الدراري المعاقين تتكون في قلبه الرحمه كيجيب لينا شي بركه، بحال العيد ديال رمضان كيجمعوا لينا ديك البركه ديال الزكاه ديال سميتو كيجيبوه لينا. كاع اللي تيعرفنا، كاع اللي تيعرفنا واللي ما تعرف واللي ما تعرفناش تيقول له فلان راه عنده شي وليدات، شي كيعطيو اخبار لشي، هادشي باش عايشين وصافي. اللي تيعرفنا راه تينوب علينا، اللي ما تيعرفناش راه الغالب الله تعالى. ما والو ما تيخرجوا والو، والو ما تيخرجوش. ما عاد إلا خرجت البنية الصغيرة، إلا خرجت مسكينة تيجي يمشي مع شي حد ويقودها للحانوت تجيب لها سيطون ديال الحليب الصباح، إلا ما قدرتش أنا نمشي، تتمشي مسكينة للدردم حتى كتجيب لينا. هادشي اللي كاين هو هذا، راه ما كاينش اللي ينوب علينا من غير الله تعالى. المحسنين أسيدي كنطلب منهم باش يشوفوا لينا شي حاجة فين يعيشوا هاد الولاد هادو، يدير لهم شي بركة، شي ماندا ولا شي حاجه اللي ترد عليهم باش يعيشوا صافي. شي كان راه ما عنديش باش نلوم عليهم انا، راه الا جا الله من جهتي انا راه ما كاين الله تعالى وتبارك، انا كنطلب المساعده باش يعطيهم شي حاجه فين يعيشوا. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.